وشاهدي شاشة قناة الشروق الفضائية في كل مكان. رمضان كريم، تصوموا وتفطروا على خير، ربنا إن شاء الله يتقبل الصيام والقيام والدعوات وصالح الأعمال. مع كل الود والتقدير، هذه الحلقة الجديدة، قصة جديدة وحكاية جديدة من حكاياتنا الإنسانية اللي بيعمها الخير دائما، والخير فيكم وفي كل أبناء هذا الشعب الأبي الكريم. حكايتنا اليوم من ثورة 43. بطلت هذه القصة والحكاية هي عن البطلات الحقيقيات، عن بطلات العالم الحقيقيات كما كتب عنهم الكتاب. عائشة أرملة ووالدتها أرملة. عائشة مصابة بمرض سرطان الثدي، نزل الله سبحانه وتعالى بفضل هذه الأيام المباركات وبفضله الكريم أن يمن عليها بنعمة الشفاء والعافية، وبدأت بأخذ الجرعات قبل العملية، تمهيدا للعملية، إلا أنه وقفت الجرعات بسبب ارتفاع السعر الجرعة ما يزيد عن 60,000، لأنه المدعوم واقف زي ما حكت هي. عائشة كانت تسكن في بيت بالإيجار، والدتها تعمل في السوق، إلا أنه نسبة للظروف الحياتية وظروف المرض سكنت مع أختها، هي والدتها وعندها 2 من أولادها تركوا الدراسة. الآن عائشة موجودة، ونحن لحظة تسجيل الحلقة تصلنا لها هي قادمة من مستشفى الأمل لعلاج الأورام، وجبنا من هناك عشان نسجل معها الحلقة بعد ما أكملت إجراءاتها. مرحب بكم، نحن وإنتم نتعرف على قصة أختنا عائشة. مرحب بك عائشة حبابك. عليكم السلام. عائشة، أولا نحن بنهنيك على صبرك، إن شاء الله ربنا يشفيك. وعرفينا أول حاجة على أولادك، أسمائهم منو وعمرهم كم؟ بنتي اسمها لميس. لميس عمرها كم سنة؟ عمرها 18 سنة. 18 سنة. ولدي 14. 14 سنة. اسمه حمودي. حمودي. طيب زوجك توفى متين؟ عنده زي 10 سنة. 10 سنة؟ كنتوا ساكنين وين قبل ما يتوفى؟ كنا نحن ساكنين في صالحة سريف. في صالحة؟ جنب نعمان. يلا بعد ذاك ظروف زاعت كده، جينا قعدنا مع أختي هنا. أختي دي. وبعد العشر سنة دي الدراسة كيف الأولاد؟ الأولاد ما قاعدين يقروا صروف، ما قاعدين. طيب أنت ظهر لك المرض 200؟ والله بعد عيد الأضحى، رمضان عيد الأضحى طوالي، بس عيد الأضحى طوالي. آخر عيد أضحى؟ يعني تقريبا له سنة كده. سنة. عرفتي بيه وكيف؟ والله بس آلام يدي توجعني ورقبتي بس. شطر وماشي وارم وارم وارم. اللي حصل شنو بعده؟ اللي حصل شنو؟ ورم بس وحمى وشنو شنو. بعد ذاك يلا فوت الدكتور. قابلتي وين؟ حوادث ام درمان. حوادث ام درمان ها. عملت العينه وبعد ذاك يلا ظهر لي السرطان. هو بعد ذاك ودوني كريت اصفر كده، ودوني طوال المستشفى الظهر، قال لي تاخذي الجرعه. بعد ذاك سدي دقه صغير كده يلا يسوي لك العمليه. بس يوم ما اصلا في جرعه يوم ما في ويوم ما في وغيته يعني. من عيد الضحيه المفروض تاخذي جرعه كله كم؟ كله بعد 7 يوم. كله 7 يوم؟ كل يوم احد يعني ليله الاحد ده انا قلت يعني. كل احد بتاخذي جرعه؟ ونمشي نفحص اول حاجه وزيف الكلى والكبد بسبعه. الكلى والكبد بسبعه. بعد مرات نمشي ديوان الزكاوي، تقول بعد مرات نمشي الكبايته يعني. ديوان الزكاوي وين مقره؟ مقره وين؟ كان فوت ديال الزكاة هنا قدوني 30 بس، وقبل رمضان هو كم ولا مشي بالفحص وهنا. بتمشي لهم كله كم؟ لا لا مرة واحدة بس فوت ديال ما فوت ديال. طيب ال بيدفع لك قروش العلاج، قروش الجرعة، قروش الفحص منو؟ والله ولا زول. طيب انت شغالة حاجة؟ مني كانت شغالة سنين وتخدها في المدرسة برا، راس مال اتقطع كده. ثاني ما بشغال. كانت شغاله امك يعني، هي اللي بتدي قروش الفحص. اي لكن سي راس ما لا تتقطع يعني. ما زي والله كريم. الله الله. يعني ان شاء الله.
الأولاد خلوا المدرسة 200. والله عيالي دين خلوها زي عندهم سنتين عديل. سنتين، واحد طلع من سنة كم والتاني من سنة كم؟ والله سنة تامنة عديل يا هو ظروف يا هو طلع سنة تامنة. من سنة تامنة ولدي سادسة. ولدك سادسة. أنت المفروض هسه كل أسبوع محتاجة 7000 للفحص. أيوة المواصلات. والمواصلات 2000. تعال نمشي يوم الخميس نمشي نودي الفحص للدكتور نقابله. بعد ذاك يلا نجي يوم الأحد تعال نمشي الجرعة. يعني تمشي في الأسبوع مرتين. أيوة. يوم الخميس تمشي تفحصي. أيوة نقابل الدكتور نودي الفحص. أيوة. نصيف الكيلو الكبد. وبعد ذاك يلا يوم الأحد نمشي للجرعة. تاخذي الجرعة يوم الأحد. أيوة. الجرعة بكم؟ الجرعة هي ب60. ب60000. قاعد تمشي كل اسبوع انت هسي؟ هاي كل اسبوع بمشي. وبوفر لك القروش دي كلها منو؟ والله بعد مرات ناس رفاق الخير هناك بمشي لهم بدوني بشتري الجرعه، وبعد مرات ما بلقى يعني جيران على الله بس الجيران هنا برضه بدوني شوي شوي يعني. ماشي كده بس. طيب دي حالة أختنا عائشة اللي بتحتاج بصورة دورية كل أسبوع تمشي مرتين المستشفى. المرة الأولى تمشي عشان تفحص وظائف الكلى وظائف الكبد، والمرة الثانية عشان تشيل النتائج توديها وتاخذ الجرعة. الفحص براو بيكلف 7000 غير قروش المواصلات 2000 جنيه في كل مرة، بالإضافة للجرعة الفطور اللي عملت 60000 والفطور. دي تكلفة أسبوعية لأختنا عايشة اللي ما بتملك أي معيل وما عندها أي شخص ممكن يدعمها. كانت بتشتغل والدتها عندها صينية في المدرسة بتبيع الفول والتسالي، بتوفر لها بعض المصاريف لأن رأس مالها انقطع انتهى، بقت معتمدة على الدعومات اللي بتجيها من أهل الخير، والدعومات يوم موجودة ويوم ما موجودة. حالتها بين يدينكم ظاهرة. أتمنى إنه يعني كل الناس بتقدر تدعم أختنا عايشة، تبدأ لا يد العون، اللي بتقدر توفر ليها جرعة إن شاء الله لمدة شهرين 3 شهور على التوالي، اللي بتقدر تلتزم بالفحوصات بصورة دورية، اللي بتقدر تلتزم بترحيلة من وإلى البيت، اللي بيقدر يوفروا ليها مأوى، اللي بيقدر يوفروا مصاريف تعليم لأولاده، أي زول واستطاعته. النهاية عمل الخير ده يعني مهما استصغرتوه بيظل عمل خير. واتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اللي بتقدروا عليه إن شاء الله فريق العمل يوصلكم ليها لحد البيت. أخذنا عايشة كده احكي لنا القصة بتاعت المقابلة الدورية دي، من ما مشيتي وقال ليكي ظهر عندك مرض السرطان، همشيتي وين وعملتي شنو؟ الفحص أول حاجة لما بيت عيانة فوت الحوادث. بعد ذاك عملت الفحوصات، بعد ذاك عملوا لي العملية. كلام ده في مستشفى درمان؟ أي الحوادث في درمان هنا. عملت العينة أهو زهر الله يسلمك. عملتي عملية؟ أي فتح يعني هنا فتح ما شالوا شيء. أها العينة بس شالوا. شالوا عينة أي. بعد ذاك يلا بعد عيد الأضحى أنا اسمي شنو ادوني كريت كده قال لي أمشي كانت المتابعة في مستشفى الأمل. أي حولوني زر عشان أشيل الجرعة. أها. بعد ذلك قال لي يلا بقى شطرك شوية صغير تعالوا شيلوا لك. يعملوا لك العملية شيلوا. العملية أها. فبعد ذلك بديتي رحلة الجرعات. الجرعات. في البداية الجرعة كانت بكم؟ والله الجرعة دي كانت ب70 وثاني في حتات ب60. صيدليات يعني؟ أي صيدليات فيه. في صيدليات جنب الروتان سكن. في جنب الأمل ذاتها. وفي واحدة في ال من شنو كل معي خرطوم هناك. شارع الحوادث. سجانة. سجانة. وشارع الحوادث. ب70 و60 ألف. واحدة منقفض واحدة عالية. المدعومة بكم كانت؟ المدعومة 70. ب70؟ وفي حتات بس. الكلام ده كل أسبوع مش كده؟ كل أسبوع. من كل أحد. هسي أولادك عايشين معك هنا؟ أي عيالي قاعدين. أنت وأمك وأولادك الاثنين عايشين مع أختك؟ أي قاعدين. هسي المقابلة الجاية متين؟
المقابلة، المقابلة الجاية يوم الخميس الجاي. يوم الخميس؟ كل يوم خميس أنا بمشي بودي الفحص للدكتور. الليلة عملت الفحص؟ أنا يوم الخميس عملت الفحص، والليلة هو معدل عادي. ما أخذتيها؟ ما أخذتها. ليه؟ وما عندي قروش جرعة. آه ما اشتريتي الجرعة. حالة ظاهرة أمامكم، نحن لا نملك أمامها إلا أن نقدم كل الدعوات الصادقات بالشفاء لأختنا عائشة. عائشة لا تملك الآن لا عائل شخص يعيله ولا مأوى ساكنة مع أختها هي وأمها ولا علاج. الليلة جاية من هناك، مواعيد جرعتها يوم الأحد، ما أخذتها ولا غذاء. الحالة أمامكم جميعا، أرجو أنه من كل الناس اللي بيقدروا يساعدوا أختنا عائشة يمدوا لها يد العون. أختنا عائشة ده مبلغ مادي بسيط مقدم لك من أسرة قناة الشروق. شكرا. إن شاء الله تسلم. يعني تقدري بدكم الخير والنعمة. آمين آمين. تقدري تعملي لك بيه مشروع أنت وأمك وأنت وأختك، والقروش اللي بتجيكي من المشروع ده تقدري تعملي بها الفحوصات كل مرة، تركبي بها مواصلاتك، ولو قدرتي كمان تقري الوليدات المدرسة يكون إن شاء الله خير. أنت بتعرفي تشتغلي حاجة؟ أنا ماسي عيانة لكن يلا بعد نبقى كويسة نشتغل، مش كده عيانة من زي العملية بعد ذاك الله اداني العافية نشتغل. طيب أمك بتشتغل شنو؟ أمي بتشتغل تودي حلويات السجن المدرسة. شوية راس مال انقطع يعني. هو لو لقت قروش بتشتغل هي. إن شاء الله كمان أمك تقدر تعمل مشروع تاني من جديد، وإنتي إن شاء الله تقدري تواصلي جرعاتك. ولكل أهل الخير والخيرين، لكل الناس اللي بيشوفوا حلقة يوم الليلة، يدعموا أختنا عائشة ويمدوا لها يد العون. وأي زول يلتزم باللي بيقدر عليه، أي زول حسب استطاعته، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نجي المرة الجاية نلقى أختنا عائشة بمشروع الخاص، ونلقاها تماثلت للشفاء تماما وبلغت الصحة والعافية وواقفة مع أمها في مشروع الخاص. وبإذن الله تعالى ونحن بنزورها في رمضان المقبل وحتى قبل رمضان تكون في أتم الصحة والعافية. شكرا يا عائشة، كتر خيرك. ولو عندك أي كلام حابة تقوليه ونحن نديك المساحة. ما ياهم مساعدة الجرع والفحوصات شنو دي؟ تحتاج المساعدة. يساعدوك في الجرعة والفحوصات. والعملية ذاتها ترنسي بعد العيد أسي الشهر ده اللي بجرع. حددوا لك العملية؟ أي مقال بيسوا لي عملية ذا الدكتور مساعدته. قال 200. سووا لي. سووا لي ما سن عندي سنة. بعد سنة قال لك بيعملوه؟ لا لا الشهر ده. الشهر ده وقت الجرعة شهر أربعة ده شهر رمضان ده. يلا بعد العيد طوال العملية التالية. إن شاء الله إن شاء الله بالشفاء. إن شاء الله. ربنا إن شاء الله يمن عليك بنعمة الصحة والعافية. دي حالة أختنا عائشة المصابة بسرطان الثدي، وهي أرملة، والدتها أرملة، والاثنين بيسكنوا مع أخت عائشة في منزلة متواضع. عائشة كانت تسكن بالإيجار وأمها شغالة في السوق بتبيع الفول والتسالي عشان توفر لها قروش الفحوصات بصورة دورية، اللي من رأس مال انتهى مع ظروف العمل. أولادها طلعوا مع ظروف المرض، أولادها طلعوا من المدارس وبقوا عايشين كلهم عند أخت عائشة في البيت. ربنا إن شاء الله يديهم الصحة والعافية ويبلغها رمضان القادم وهي في أتم الصحة والعافية وأولادها في المدارس. ودي حالتها بين يديكم لو حابين تدعموها. نهاية حلقة اليوم من مع كل الود والتقدير، لابد يوم باكر يبقى خير. مع السلامة.